قناعه المكتب الفني في لجنه الميزانيات والحساب الختامي انه لابد من ناخذ اجراء جديد، لان الاجراءات النمطيه الروتينيه هذه تحصيل حاصل، وهذا طبعا يضفي يعني تساؤل على مدى جدية الحكومة في طرح وثيقتها للإصلاح المالي والاقتصادي إذا كانت الوزارات ومرافق الدولة هي ماشية على نفس النمط وعلى نفس الوتيرة. بمعنى آخر باختصار أنه لا جديد. فهذا الواقع يعني ولد قناعة عندنا في لجنة الميزانيات والحساب الختامي أنه لابد أن ننظر مع المجلس بإجراء جديد حتى يعني نلجأ الحكومة أنها على الأقل ترشد هذا الإنفاق، وعلى الأقل مو بس ترشد، تطبق القانون وتسترد أموالها اللي ضاعت يعني في ميزانيات الوزارات، لا المشاريع تنفذت والفلوس راحت خذوا الممارسات هذه. وأيضا الشيء الثالث أنه ما طبق القانون، فبالتالي ضاع الحق العام وحق الدولة وتأخرت التنمية.